السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعداء بلقياكم في حديث الجمعة عبر صفحة الفيسبوك. كما ألفنا إن شاء الله واعتدنا معكم بإذن الله. سائلين الله تعالى يجعل هذه الساعة التي نقضيها في طاعة الله أن يقبلها الله تعالى وأن تكون سبباً في نيل رضا الله تعالى ومغفرته. آمين 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 يا رب العالمين. المرجو منكم إن شاء الله فضلاً وليس أمراً. حفظكم الله ورفع قدركم وجزاكم الله خير الله وعليكم ان تشاركونا ان شاء الله في هذا اللقاء بان شاء الله تبارك اقتراحاتكم وباسئلتكم وان شاء الله تبارك وتعالى باعجابكم وبمشاركه الجدد في هذه الصفحه حفظكم الله تبارك وتعالى وبارطاجيو ان شاء الله بارطاجيو حتى تعم الفائده باذن الله ليس هنالك شيء مهم ساقوله ولكن على الأقل على الأقل شاركوها مع إخوانكم لكي نتبادل إن شاء الله وجهات النظر حول القضايا المطروحة التي يعيشها واقع المسلمين اليوم فالأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكثر وجهات النظر لأن كل ينظر إن شاء الله إلى القضية من زاوية من زوايا لا نراها نحن ولذلك بإذن الله تبارك وتعالى فمشاركتكم هذه الفيديو مع الناس سيكون له إن شاء الله تبارك وتعالى محالة الكثير الكثير من الفائدة فإن لم يستفيد الناس فعلى الأقل أستفيد أنا لكي أصحح مصاري لكي أسمع إلى الناس لكي أستمع إلى التوجيهات لكي أصحح لكي أستدرك جزاكم الله خير وأحسن الله لكم ورفع قدركم موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حول الحرية الحرية وسأفتتح إن شاء الله تبارك موضوع الحرية بقصة عجيبة تعرفونها على عهد عمر بن الخطاب رضي الله حينما كان خليفه للمسلمين واميرا للمؤمنين كان واليه على مصر هو هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه محمد بن عمرو بن العاص كان يسابق الناس على فرسه وتسابق ذات مره مع قبطي واذا بالقبطي يسبق ابن امير المؤمنين ابن الامير ولذلك ان شاء الله تبارك لما سابقه ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى لما سبق القبطي ابن امير المؤمنين ابن عمرو بن العاص ما الذي حدث ضربه وقال تسبقني وانا ابن الامير يعني كان ابن الامير لا ينبغي ان يسبق هذه عقليه العرب هذه عقليه الجاهليه أتسبقني وأنا ابن الأمير. لكن القبطي كان صاحب همة. فخرج من مصر إلى عمر بن الخطاب وهو يعرف من هو عمر بن الخطاب. فالتقى به فشكى له ما فعله محمد ابن واليه على مصر عبد العاص. فكتب رسالة إلى واليه على مصر عمرو بن العاص قال إذا جاءك كتابي هذا فوافني هذا العام في عرفة أنت وابنك محمد وفي هذا العام حيث حج عمر لما كان يوم تاسع من ذي الحجة ووقف الناس بعرفة نادى عمر على عمرو بن العاص وابنه وعلى القبطي فجاء عمرو بن العاص وابنه محمد وجاء القبطي وعقد له جلسه حكم علي فيها امام الناس في يوم الحج الاكبر الله اكبر فقال للقبطي سيدنا عمر هذا هو الذي ضربك وقال اتسبقني وانا ابن الامير قال نعم يا امير المؤمنين قال خذ هذا الصوت واقتص من ابن الامير فضربه فقال زد فضربه فقال زد قال لقد اقتصصت يا امير المؤمنين لقد أخذت حقي وشفي صدري فقال ضع هذا الصوت على صلعة عمر فوالله ما اعتدى عليك إلا اعتمادا على سلطانه هذا الرجل عمر عمر عاص فأجلس عمر عمرا لكي يقتص منه فقال القبطي أما إني قد اقتصصت ممن ظلمني وضربني قال ما والله لو ضربت عمرا ووضعت العصا او الصوت على صنعتي ما نهيتك لانه ما ضربك الا اعتمادا على سلطه ابي الله اكبر فقال في الاخير سيدنا عمر بن عمرو العاص ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا الله اكبر الله اكبر الله اكبر عبد الناصر الحمادي قصه التسابق من عمر بن العاص والقبطي لا لها من الصحه اذا استغفر الله اذا لم تكن صحيحه فنحن ناخذ ان شاء الله تبارك وتعالى ناخذ العبره لان عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدته ابهات احرار وهذا الكلام الذي قاله عمر بن العاص عمر بن الخطاب هو الذي دبجت به الاعلان العالمي لحقوق الانسان فكتبت اول بند وهو يولد الناس احرارا اذا فالحريه هي عطاء الله. ولا ينبغي أن يسلبها الإنسان لإنسان آخر، لأن الله خلق الناس متساوين. كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فرق بين العربي والأعجمي، ولا بين الأسود والأبيض، إلا بالتقوى. فليس هنالك فضل لأحد على أحد. كلنا أولاد تسع شهور. كلنا خلقنا من ماء مهين كلنا خرجنا من مجرى بول الرجل في صوره حيوان منوي صغير كلنا خرجنا من رحم المراه ونحن نصرخ ولذلك نحن متساوون في هذا الامر فكيف يمكن للانسان ان يستعبد اخاه الانسان ولذلك يقال الحريه قبل العقيده لان الحريه عطاء والاعتقاد هو اختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حينما تبين للناس وتدعوهم الى الله تبارك وتعالى، الله تعالى جعل هؤلاء يختارون. فليختاروا ما يشاءون. والذي يختارونه هم مسؤولون عنه يوم القيامه. فالله تعالى هو الذي سيحاسبهم يوم القيامه. لكم دينكم ولي دين. دينكم.. أنتم أحرار في اختياراتكم العقدية، ولي دين أنا، أنا مسؤول عن اختياري، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يقول تعالى: "لا إكراه في الدين" ليس هنالك إكراه في الدين، الله يريدك أن تعبده اختياراً وليس إجباراً، فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين، ولكنه ابتلاء واختبار. فالله تعالى لو شاء ان نعبده جميعا لجعلنا ملائكه، لكن الله خلق الملائكه وجبلهم على طاعته، وخلق الشياطين، عياذا بالله، وانتم ترون كيف هم. ونحن باذن الله تبارك وتعالى نؤمن بالله اختيارا، ونطيعه اختيارا، أتدرون لماذا؟ لأننا حينما نقول لا إله إلا الله، اي اننا اثبتنا ان هنالك الها واحدا هو الذي يعبد بحق هو الخالق هو الرازق هو الامر هو واحد فاذا لم نعبده عبدنا الهات الهه كثيره جدا 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 انت دائما مجبول في فطرتك انك تلجا الى قوه تحتمي بها عندما تكون في شده دائما لان الانسان يستشعر بالضعف والفقر والحاجه فهو يحتاج دائما لكي يطمئن الى ركن شديد ياوي اليه فاذا لم يوفق لكي ياوي الى الله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويعبد الله فان فطرته تدفعه لكي يلجا ليحتمي بغير الله اما ان يعبد اله فمن اتخذ الهه هواه واما ان يعبد شهوته واما ان يعبد نفسه واما ان يعبد الشيطان واما ان يعبد الشهوات واما ان يعبد النساء حتى قال تعس عبد المراه تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الدينار فهنالك عباد لغير الله فإما أن تكون عبدا لله أو, غير أو عبد لغير الله قال تعالى على لسان إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إذا فإبراهيم يقول لا تعبد الشيطان إذن فالإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى حر في أن يختار حرية اختر ما تشاء لكن حينما تختار أمرا فأنت مسؤول عن اختيارك يوم القيامة وأنت مسؤول عن اختيارك في الدنيا فهذا أمر موكول لك وهذا هو حكم الله وقضاء الله في مسألة العقائد اختر ما تشاء إن شئت أن تعبد الله عبده اختيارك إن شئت أن تعبد شيئا آخر فانت تتحمل مسؤوليتك لان الله تعالى اعطاك عقل وجعل لك فطره وارسل اليك رسل وانزل عليك كتب وجاء بالبينات وبالحجج فان امنت واقتنعت فانت ان شاء الله تبارك وتمسؤول عن ايمانك واقتناعك وان لم تؤمن ولم تقتنع فانت مسؤول عن عدم ايمانك وعن عدم اقتناعك اذا هذه المساله الاولى المساله الثانيه ان هذه الحريه ان شاء الله تبارك وتعالى التي عطاء الله تبارك وتعالى هي المساله حريه الاعتقاد اذا اختر ما تشاء من العقائد فانت مختار انت مكلف بان تختار اعتمادا ان شاء الله تبارك وتعالى الدلائل وعلى الحجج وعلى الايات المبثوثه في الكتاب المسطور والايات المقروءه في الكتاب المسطور الآيات المبثوثة في الكتاب المنظور والآيات المبثوثة في الكتاب المسطور إذا فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى لابد إن شاء الله أن تختار حرية الاعتقاد مسلم كافر ملحد ملحد بهائي شيعي إسماعيلي لا ديني اختر ما تشاء بناء على ما يوصله إليك عقلك وتفكيرك ثم هنالك حرية التفكير أنت تفكر بطريقتك لا بد من منهاج للتفكير كيف تفكر كيف ثم إن شاء الله تبارك وتعالى حرية التعبير أن تعبر إن شاء الله تبارك وتعالى بالطريقة التي تراها الأسلم حتى إن شاء الله تبارك وتعالى توصل فكرتك وتدعو الناس إلى فكرتك إن كنت من هؤلاء إذا فك هنا حرية التنظيم يعني لك الحق في أن تنضم إن شاء الله تبارك وتعالى وأن تؤسس حزب أو تنظيم أو جمعية فأنت حر بإذن الله تبارك أن تنضم إن شاء الله إلى أي تكتل تشاء إذا رأيت أن هذا التكتل يمكن أن يخدم أن يخدم فكرتك حزب حركه تنظيم هذا اسمه حريه التنظيم حريه تاسيس هذه التنظيمات ان شاء الله تبارك وتعالى التي تخدم فكرتك حريه التنظيم هنالك ان شاء الله تبارك وتعالى مجموعه من المجالات ينبغي للانسان ان يبدع فيها وان لا ياتي احد لكي يكمم لسانه أو ليحجز عنه حقه في التعبير أو حقه في التفكير أو حقه في التنظيم كل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من حق هذا الإنسان ولذلك فأخطر ما تعانيه الأمة هو الاستبداد وهو أعظم من الفساد أعظم الفساد والاستبداد هو الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى هذا هو الخطر حينما تختزل الأمة كلها في شخص الحاكم الحاكم الإله الحاكم المستبد الحاكم الظالم الحاكم الذي يستضعف طائفة يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم الحاكم الذي يشتت الأمة شذر مضرة حينما يصير الحاكم إله حينما يصير الحاكم معبودا يقول تعالى في كتابه الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابراهيم عليه السلام يأتيه النمرود ويقول انا انا احيي واميت فيقول له ابراهيم يقول ابراهيم للنمرود ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت حتى هو قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اذا فهذا عياذا بالله يقول بأن بانه يحيي ويميت يعطي ويمنع يعز ويذل اذا فالانسان ينبغي ان شاء الله تبارك وتعالى ان يعرف ان اخطر ما تعانيه الامه هي مساله لاستبداد وسلب حريه التفكير وحريه التعبير وحريه الاعتقاد فيصير الناس كالقطيع يسيرهم عياذا بالله الحاكم كما يشاء ولذلك في القران تجدون ان بين دفتي المصحف من فاتحه الكتاب الى سوره الناس تجدون ما القران اطنب في الحديث عن فرعون فرعون امتلا القران بحديث عنه لذلك فهو يحذرنا من أن نصل والعياذ بالله إلى هذه المرحلة أن يفقد الإنسان حرية وأن يصير عبدا عند البشر أو عبدا للبقر أو عبدا والعياذ بالله للهوى ولا يصير عبدا لله تبارك وتعالى في ديننا الإسلام الإسلام يضمن بإذن الله تبارك وتعالى وجاء ليحفظ الكليات الخمس أولا الدين فالاسلام يضمن لجميع من يعيش تحت لوائه حريه الاعتقاد وليس هنالك الا الاسلام الذي يضمن هذه الحريه ولذلك فجميع اهل الملل والنحل عاشوا في بلاد المسلمين لا يظلمون لا يعتدى على كنائسهم ولا على بيعهم ولا على عباداتهم بل يحمون ويحفظون ويدافع عنهم وهو الوحيد الذي له الحق في ان يفتخر بانه يضمن لهؤلاء حريه اعتقادهم اما الاخرون حينما استعمروا بلاد المسلمين اقاموا ما يسمى بمحاكم التفتيش قتلوا الناس على الهويه هدموا المساجد حولوها الى استبلاط للخيول والى حظائر للخنازير والى حانات لبيع الخمور انظروا الى المساجد في ارمينيا وفي اليونان انظروا الى المساجد في فلسطين 48 انظروا ماذا صنعوا للمساجد في العراق و... لقد هدموها لقد حولوها الى مزابل ترمى فيها القمامه نعم 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 اما الاسلام لا الاسلام دائما دائما يحفظ للناس حريه اعتقادهم لقد راى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينه احدا من العجائز يسأل الناس فعلم أنه من أهل الكتاب فقال لقد أكلنا شبابك ونضيع شيخوختك لا ففرض له من بيت مال المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر هل تجدون هذا في غير دولة الإسلام هذا حرية آه التدين الثانيه ان شاء الله تبارك وتعالى الاسلام يضمن لهم حرمه النفس البشريه فالاسلام هو الوحيد الذي لا يقتل على الكفر ابدا لا يقاتل الا من يقاتله لا يقاتل اولئك الذين حبسوا انفسهم في الصوامع لا يتعرض للفلاحين الذين يعملون في الحقول لا يقتل اولئك الذين يقومون بالاعمال الاجتماعيه فهو يقاتل من يقاتله ولذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يقول سيد ربي من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه المسألة الثانية أما هؤلاء فهم يستبيحون الأطفال والنساء يا يوسف أحد أحبار اليهود أفتى بقتل المسلمين والعرب لأنهم صراصير وأفاعي تخيل معي لو ان عالما من علماء المسلمين يفتي مثل هذه الفتوى لماذا لا يقال لهذا الحبر اليهودي انه ارهابي لا طبعا لم يقل ذلك انما يقال فقط بالنسبه للمسلمين هذه الثانيه الثالثه حريه ان شاء الله تبارك ليحفظ على الانسان ان شاء الله حفظ العقل ولذلك حرم جميع ما يسيء العقل ويصيب العقل والعياذ بالله بالتلف الدخان والمسكرات والمخدرات والخمر حفاظا على عقول الناس ثم ايضا حفاظ الحفاظ على العقل من خطر ما يسمى الادمان المعنوي ماشي غير الادمان المادي الكره التي تصبح فيول الشعوب حتى يصبح الانسان مدمنا عليها على حساب واجباته أو يدمن على اللعب، أو يدمن والعياذ بالله على.. ولذلك فالإسلام جاء لحفظ عقول الناس حتى يستعملوا عقولهم في النظر والتفكير في هذا العالم ليصل إلى سنن الله تعالى في التغيير، ثم هنالك الأعراض حرمة الأعراض يحفظ على الناس أعراضهم فلا يعتدى على عرض أي إنسان. بغض النظر عن دينها او لغتها او جنسه فالاسلام جاء ليحفظ على الناس اعراضهم فلا يعتدى على عرض المراه كيفما كانت ثم هنالك ان شاء الله تبارك حفظ المال فلا يعتدى على مال الناس كما يعتدى الان على اموال المسلمين إن هذا الاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى ماذا تقول العلمانيه في المقابل؟ هل تحفظ للناس ان شاء الله تبارك وتعالى حريتها؟ هل تضمن لها إن شاء الله حرية العبادة حرية التدين حرمة النفس البشرية حرمة المال حرمة الأعراض حرمة العقول صيانة العقول انظروا إليها إن شاء الله تبارك وتعالى انظروا الآن إلى العلمانية التي تزعم أنها محايدة تجاه الأديان هذه العلمانية الآن التي لا تستطيع ان تتحدث عن اليهود بسوء ولكن يعني قننت في اوروبا والغرب قننت قانون يمنع الاساءه الى اليهود والى الصهاينه المستعمرين المستخربين لاراضي المسلمين وان اي كلام بسوء على الصهاينه يعرضهم لكي يقعوا تحت طائله القانون فيحاكمون روجي كارودي هذا كان مرشح من مرشح الرئاسة الفرنسية الفيلسوف روجي جارودي لكن لما كتب كتابه الأساطير المؤسسة للفكر الصهيوني حوكي وأخذ منه كل الامتيازات وبعد ذلك قتل سياسيا قضوا عليه سياسيا حتى مات ولم يحصل على اي من حقوقه وصار مطاردا فقط لانه تحدث عن الاساطير المؤسسه للصهاينه، للفكره الصهيونيه لماذا لا تتركوا لهذا الحريه في ان يفكر ويبحث لا تستطيع في اوروبا ان تتحدث عن حقوق الشواذ اصبح هذا الامر من المقدسات فلا يمكنك ابدا ان تتحدث عنهم بسوء زواج الرجل بالرجل والمراه بالمراه اصبح قانونا واصبح احترام ذلك عياذا بالله ومن المقدسات التي لا ينبغي ان يساء اليها لا يمكن ان يتحدث ابدا عن مساله مثلا السود اذا تحدثت عن السود فهي عنصريه مع أن هنالك في أمريكا قتل إنسان فقط لأنه أسود، مصيبة، مصيبة، إذن فالعلمانية عندها مقدسات، فتصبح العلمانية الآن دين، العلمانية أصبحت دين، لكن هذه العلمانية التي تقدس الجنس وتقدس عبادة الشيطان، وتقدس زواج شواذ، وتقدس اليهود والصهاينة. هي ذاتها التي تعتبر مس الإسلام ونبي الإسلام حرية. ما هذا التناقض؟ في حين أن الحرية تعبيرها أنت حر ما لم تضر، وحريتك تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين فانت حر ما دمت لا تؤذي الناس بحريتك انا حر لادخل الى بيتك واخرجك من بيتك وتقولي انا حر انا حر واسب اباك وامك كيف هذه الحريه انت تؤذيني فلو سببتني لسببت امك ولو سببت امي وسببت امك لوقع لو هنالك شجار ولما تحقق التعارف بين والتعاون بيننا على مصلحة البشرية إن هذا تهور ليست حرية أما أن تسيء إلى نبي الإسلام فأنت لا تسيء إلى أب لشخص معين أنت تسيء إلى أقدس الأقداس لزوج منار من المسلمين في العالم وتعتبر هذا حرية يا سيدي اعتبرونا كما تعتبرون اليهود لماذا لا تسن قانون لعدم الإساءة إلى الأديان كما سننتم هذا القانون الذي يمنع الإساءة إلى اليهود بدعوى قانون معاداة السامية السامية حتى احنا ساميين ساميين هم فقط اليهود وحنا ساميين كلنا إذا لماذا لا تسن هذا القانون ليبقى المسلم كلأ مباحا والإسلام كلأ مباحا وعقائده كلأ مباحا ونبي الإسلام كلأ مباحا هذا أمر لا يجوز هذا حتى في التعامل المنطقي لا يجوز ثم هنالك حفظ العقل المسلمون إن شاء الله تبارك وتعالى عندهم في دينهم أن الخمر حرام وأكل الخنزير حرام فلماذا تريدون أن تسنوا قوانين تمنع المسلم من حقه في أن يأكل ما يراه دين هذا ربي الزوج يؤمن به وإسلام يؤمن به قال وزير الداخل الفرنسية قال وزير الداخلية الفرنسي أنا كم أشمئز حينما أرى جناحا للأطعمة المسلمة الإسلامية الحالة ما نبغيش معناه أنكم تريدون أن تفرضوا على أبناء المسلمين أن يأكلوا لحم الخنزير أن يشربوا الخمر أن يتعاطوا والعياذ بالله لكل الأطعمة الحرام إذا فرها الحرية ما الذي يضرك أنت يا وزير الداخلية الفرنسي في مسألة وجودي إن شاء الله أين تبجحكم بالخلاف والتنوع الذي هو آية من آيات الله تنوع تكامل أتريد أن تجبر الناس على أن يكونوا نسخة واحدة؟ إنكم تحجرون واسعا كم صدوركم تضيق إلى هذه الدرجة؟ أتضيق صدوركم إلى هذا الحد؟ لأنهم يوجد مسلمون عندكم يأكلون الحلال لطيفة 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 لطيفة, لطيفة. نحن هذا الأمر في بلادنا لا؟, لا يهمنا يشرب النصارى الخمر في بلادنا أو يأكل الخنزير ذلك اعتقادهم لا نتدخل في هذه الأمور فهذا أمر غريب جدا 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 ثم تمنعون المسلمين من أن يدرسوا أبنائهم العربية والقرآن وتغرقوا مساجدهم أين سيعبدون ربهم تريدون مسلمين بلا إسلام هل الحرية هي هذه؟ كل ينعم بالحرية إلا المسلمة التي تضع الخمار على رأسها؟ لقد شاهدت صورة مقززة في القرن 21 امرأة محجبة جاءها رجل أمن فخلع حجابها وأسقطها على الأرض هكذا ليسقط رأسها على الإسفلت.. إيه و صرخه لم تجد نخوه المعتصمين لا حول ولا قوه الا بالله تماما كما يفعل الصينيون لاخواننا المسلمين هناك في تركستان يمنعون من الصيام يمنعون من الصلاه يمنعون من الحجاب يعيشون في معسكرات بالملايين هل هذه الحرية؟ المسلمون في الهند 200 مليون يقننون من أجل طردهم من الهند المسلمون في كشمير يحاربون من أجل إسلامهم المسلمون في إفريقيا المسلمون في العراق سنة المسلمون في الشام المسلمون في اليمن المسلمون في لبنان المسلمون في ليبيا كل الحروب تشن على المسلمين كل هذه الحروب تشن على المسلمين العقل ثم هنالك الحفاظ على مسألة العرض هنالك والعياذ بالله لا حرمة للعرض فيه. فيه فيه. أه؟ العفوة العفوة في 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 حرية الاعتداء على الأعراض وفي الأخير كيقول لك نسأل الله العفو والعافية التحرش يحكمون على على هذا بالتحرش قوانين غريبة عجيبة حينما تنتكس فطرة الإنسان ويبتعد عن هداية الرحمن يعيش والعياذ بالله تحت رحمة الشيطان ثم هنالك حرمة المال الاعتداء الآن على أموال المسلمين شيء شيء عجيب المسلمون ينامون على بحار من المعادن كالبترول الذي يحرك الآلية الاقتصادية لأوروبا وتذهب كل الأموال إليهم هم ينهبون لأنهم منعوا هذه الأمة من حرية في اختيار من يمثلها فهم الذين والعيال ينصبون علينا هؤلاء من أجل أن يحرصوا على مدهم بكل ما يريدون فهم أجراء عند الغرب من أجل منع هذه الأمة من أن تستفيد من خيراتها وأن تحكم بشرع ربها وأن تختار من تثق فيه ليحكمها بشرع ربها إذا فنحن في اصطدام مع هذه الحضارة هنتنكتون كتب كتاب صدام الحضارات لكنه في الحقيقة صدام مقدسات من جهة الدين يسمى العلمانية ومن جهة الإسلام وحينما نقول العلمانية تصطف إلى جانبها كل الديانات والمناهج الأخرى غير الإسلام فكلها مصطفة ضد الإسلام، الإسلام وحده وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الآن فرنسا مصرة على محاربة الإسلام لأنه كما يزعم الرئيس يريد أن ينشئ مجتمعاً موازياً كيف هذا المجتمع الموازي؟ حتى مسألة العزلة الشعورية يتدخل فيها العلمانية من أجل صهر كل المسلمين في بوتقة العلمانية هذا لا يمكن المسلمون لا يمكن لهم أن يفعلوا ذلك أبداً إنهم يريدون أن يقننوا مسألة تكفير المسلمين إدماج المسلمين ما بقاش ما بقاش واش بقى الآن تقنين ترك الدين وإذا لم تترك الدين فأنت ضد العلمانية وضد قيم الجمهورية التي يدافع عنها الرئيس الفرنسي اذن يقول لك اما ان تكون كافرا واما ان تترك هذا البلد وتذهب حيث شئت هذا امر خطير جدا المسلمون في فرنسا الان يتعرضون لخطر التكفير لخطر الانسلاخ عن الدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وودوا لو تكفرون ود كثير من الكتاب لو ردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أخر شيء خطير جدا هذه مساله الان نراها هذه مسألة الآن نعيشها، كنا نقرأها في القرآن وكنا لا نريد أن نصدق لكن الآن هذه الآيات تتحدث عن واقعنا نحن إذا فأين هي هذه الحرية؟ التي يتبجح بها الغرب الحرية هي حرية الفجور حرية الفسوق حرية الكفر حرية الإلحاد أي عبادة الشيطان فالكل الان مجمع على ان الدين الجديد هو عباده الشيطان هو تهيئ هذه الارض لخروج امامهم الدجال الدجال الان عنده ان شاء الله تبارك مؤسسات ورؤساء دول وقوانين ودساتير تريد ان تمنع المسلمين من دينهم تريد ان تخرجهم عن ملتهم تريد أن تربي أبنائهم على غير الإسلام ما هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا فالآن المطلوب بالنسبة للمسلمين في فرنسا أولا تمسكوا بدينكم فإنكم ستواجهون ابتلاء وامتحانا عظيما تمسكوا بدينكم تمسكوا بمساجدكم بمدارسكم الاسلاميه بتربيه ابنائكم فرنسا تريد ان تقنن قانون تمنعكم من تعليم ابنائكم في البيوت فرنسا تريد ان تقنن قوانين تمنعكم من التكلم مع ابنائكم بالعربيه فرنسا تريد ان تقنن أن تقنن قوانين تمنعكم من تدريس أبنائكم القرآن. الله أكبر، فرنسا تريد أن تقنن قوانين تمنعكم من حقكم في أن تطعموا الحلال. فرنسا تريد أن تقنن قوانين تمنعكم من الحجاب وقد فعلوا، ومن النقاب وقد فعلوا. تريد أن تقنن قوانين تحرم جميع الملتزمين من العمل في المؤسسات إذن اذا اذا هي تريد ان شاء الله تبارك وتعالى بطريقه شموليه طولتارية ان تمحق الدين من الارض من ارضها هي فعليكم ان تعوا هذه المساله انها تريد ان تنصب ببساطه محاكم التفتيش التي نصبتها الكنيسه في الارض الخضراء، الجزيره الخضراء. اذا ستعود محاكم التفتيش من جديد. لتمنع الناس من الدين. اما ان تكفر واما ان تقتل واما ان تطرد واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هكذا يريد الكفار هذه الاولى هذه الاولى مثلا الاولى تمسكوا بدينكم ولا تستسلموا ابدا لهذا الامر ثانيا اجتمعوا وتوحدوا على مستوى قياداتكم لكي تجمعوا كلمتكم ولكي يكون مخاطبكم والنائب عنكم واحد تتكلمون بلسان واحد وليس بألسنة مختلفات وحدوا صفوفكم فالقوة في الاتحاد اجمعوا أمركم فالقوة في الجماعة يد الله على الجماعة عليكم بالجماعة فإنما يكون الذيب من الغنم القاصية ثالثا إما أن تفرضوا في تلك الدولة العلمانية حقكم في أن تكون لكم بإذن الله تبارك وتعالى ما يميزكم هويتكم هويتكم لغتكم دينكم أطفالكم أتسلمون أطفالكم لهؤلاء ليكفرونهم لا خير في انسان يسلم اولاده للكفر والعياذ بالله قوا انفسكم واهليكم نارا اما اذا وصلت فرنسا الى درجه ما يسمى بان تخيركم بين المكوث في ارضكم وبين بين المكوث في ارضكم وبين الكفر فلا بد أن تختاروا إن شاء الله تبارك وتعالى أن تخرجوا من تلك الأرض لم تعد أرضاً صالحة هم يريدونكم أن تتركوا تلك الأرض يريدون أن يهجرونكم كما فعلوا في جزيرة الخضراء ولكن تكتلوا واجتهدوا وتعاونوا فإذا نصبت لكم المشانق ونصبت لكم محاكم التفتيش التي أراها أكاد أراها من بعيد تلوح في الأفق فهنا أنجو بدينك فر من النار هذا أمر لا بد أن تستحضروه فهو ليس ببعيد لأن حديث من أحاديث رسول الله يشير إلى أنه سيأتي زمان المسلمون في ارض العلج في ارض العلوج سيحكم عليهم اما بالقتل واما ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى احذروا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذه الامور اما نحن في الخارج خارج هذه الارض التي نعاني ايضا في هذا البلد الكثير من المصائب والمشاكل سوء توزيع الخيرات الظلم تعليم في الحضيض فرنسا فرضت علينا وعلى مستعمراتها ان لا تدرس بلغتها ارايت استعمار شر من هذا الاستعمار نحن في بلادنا لا نستطيع ان ندرس باللغه العربيه باللغه الفرنسيه وفرنسا تفرض على هذا البلد ان تدرس ابناءنا الفرنسيه وبعد ذلك تاخذهم هناك ليشتغلوا عندها نحن من ينفق عليهم، أما ما تقوله اتفاقية اكس ليبن التي لم تعرض على المغاربة لحد الآن، وقد قرأت بعضها وجاءتني عن طريق الواتساب، إن كان ذلك الذي يأتي عبر الواتساب فعلاً صحيح، فإن هنالك خيانة عظيمة لهذه الأمة، فرنسا هي التي تتحكم نمنع من أن ندرس في بلدنا باللغة العربية الله أكبر اقتصاد فرنسا هو المسيطر في بلدنا المغربي صاحب المال لا يمكن أن يستثمر في البلد إلا بترخيص من فرنسا ما هذا ما هذا هذا آه شيء جديد لم نكن نعرفه في كل يوم تتكشف أمور جديدة يشيب لهؤلاء الولدان وذلك فنحن مصرون على الاستمرار في المقاطعة. أنا أدعو المغاربة والمسلمين في العالم، لا تلتفتوا إلى غير فرنسا، لأن أوروبا اجتمعت وساندت فرنسا حتى تشتتكم، بل ركزوا على فرنسا لتركيعها. إذا أردتم أن تدافعوا عن إخوانكم في فرنسا ليحافظوا على دينهم ودين أبنائهم، فنحن بإذن الله من واجب الوقت ان نقاطع السلع الفرنسيه واي صوت نشاز يخرج يدعو الناس الى عدم المقاطعه فهو صوت مشبوه ولو كان عالما ولو كان داعية ولو كان ملكا ففرنسا تستهدف ديننا ومقدساتنا ورسولنا وتستهدف الجاليه المسلمه في فرنسا فالمسلمون ينبغي ان شاء الله تبارك وتعالى في غير بلاد فرنسا أن يستمروا في المقاطعة إلى أن يعرف هؤلاء أن ما أقدموا عليه هو شبه إنتحار إن لم يكن إنتحار هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين الله يا رب الله عيسى أبو عيشة وعليكم السلام ورحمة وبركاته يوسف الجينيريزي وعليكم السلام ورحمة الله ومصطفى والدربي وعليكم السلام ورحمة وبركاته والدربي حسن حليمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيسى أبو الصلاة الجمعة أحلى من الدنيا وما فيها حسين قجعي نعم هم عندما يصل إلى قمة الهرب يقول متشدد ومتطرف أحمد الوهداني لا يوجد شيء اسمه حرية التعبير في الدول العربية حتى في نصرة ديننا ورسولنا نعم لا يوجد في الدول العربية أبدا حرية نحن تماما في بلادنا لا نستطيع أن ندعو إلى الله المساجد مؤممة لا تستطيع أن تدعو إلى الله وأن تتكلم عن مسألة شو أنا أقول لكم على القضية واش ما تعرفوش بين إلا الآن الخطباء في المغرب ممنوعون من الحديث عن المقاطعة مقاطعة فرنسا مقاطعة هذا أمر عجيب هذا في بلادنا الخطيب لا يستطيع شو الخطيب في المساجد المغربية ليس له الحرية في أن يتحدث عن مقاطعة فرنسا كأن فرنسا هي التي تحكم هي التي توجه المساجد ما هذا ما هذا هل نحن في فرنسا لا حول ولا قوة إلا بالله تيتشر السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راجية الفردوس وعليكم السلام وبركاته محمد وحدة شكرا تتشر السلام فرنسا أمين ناظر وعليكم السلام وبركاته محمد الريفي وعليكم السلام وبركاته بن عودان نصر الدين وعليكم السلام وبركاته الحنفي عادل جزاكم الله خير وأنتم كذلك راشد دوبالي وعليكم السلام وبركاته محمد سميركو وعليكم السلام البركات سعيد الزهوري وعليكم السلام ورحمة الله دريس داود مهرج ابتعد عن السياسة محمد الريفي مارساي وعليكم السلام ورحمة عبد الحق الحديث وعليكم السلام ورحمة حميد حميد وعليكم السلام ورحمة عبد الواحد باسيتي هل يجوز قول جمعة مباركة؟ جمعة مباركة معليش ما ماشي حاجة كبيرة حليم محياوي وعليكم السلام ورحمة الياس <سؤال> البوشي خير عليك بالسلامه والبركات وعمر خيري وعليك بالسلامه والبركات ورشيد جيبس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وصحبه سيدنا عبد الحق حتيت وعليك بالسلامه والبركات احمد حجاج وعليك بالسلامه والبركات رابح ديكور وعليك بالسلامه والبركات سعيد الزهوري وعليك بالسلامه محمد الهراسي صدقت والله رابح ديكور وعليك بالسلامه والبركات ايوب وشدين وعليك بالسلامه جمعه مباركه على جميع المسلمين رابح ديكور وعليك بالسلامه والبركات مو اتوز... اه... اي, ت... اي زيد وعليكم السلام ورحمه والحمد لله عبد الاله البوعزيزي وعليكم السلام ورحمه احمد حجاجي وعليكم السلام ورحمه الحدوشي سعيد وعليكم السلام ورحمه جمال ابو القاسم وعليكم السلام ورحمه عبد الواحد الباسي تاع جمعة مباركة قد قلت لك معليش إن شاء الله ماتي وجمعة مباركة جمال أبو القاسم وعليكم السلام سعيد الزهوري وعليك السلام آدم آدم وعليكم السلام وبركاته محمد الريف في فرنسا آه، تحكم شمال افريقيا نعم هذا الشيء معروف لان كل مستعمرات لا يمكن ان تتركها بسهوله واتفاقيه تاس ليكس ولا كيسموها ان شاء الله ليبان آه لحد الان نجهل نحن بنودها وهي مخفى تماما عن الشعب المغربي. المؤمن بالله وعليك السلامه وبركاته، رشيد العداني وعليك السلامه وبركاته، ادم الوحماني وعليك السلامه وبركاته، عبد الغني الشلوشي نعم وجب على كل امة الاسلام وقطع المنتج الفرنسيه، بوجمعاء سومر وعليك السلامه وبركاته، سيمو غيلاني وعليك السلامه وبركاته، أبير سبيل فرنسا قتلت خيارنا فكيف بالحكم علينا عزيز بولي لله بارك الله فيكم أشكو فيكم بارك مراد إسراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا هلاكو ناريف لا حلال ولا حرام لقد <applause> قلنا لك المنتجات الفرنسية ابتعد عنها إذا كنت إن شاء الله تريد أن تقف موقفا تلقى به الله تعالى دفاعا عن نبيك فهذا أقل ما يمكن أن تفعله ولك إن شاء الله مئة 100 أو ألف أو أكثر من البدائل المؤمن بالله وعليكم السلام وبركاته رشيد شكلال شقلال وعليكم السلامة وبركاته محمد ودقنيت وعليكم السلام وبركاته الحسين حسين وعليكم السلام وبركاته اسماعيل محياوي وعليكم السلام وبركاته ميس بارسلطو وعليكم السلام وبركاته حدوشي سعيد وعليكم السلام وبركاته الريف الريف عليك السلام ورحمه وبركاته محمد ميزي ريكورد هل تنصح الجاليه المغربيه الدخول الى البلاد هل تنصح الجاليه المغربيه الدخول الى البلاد قلت لا يعني ماشي الان انا قلت لك ان شاء الله الان فرنسا تتهيا لسن قوانين لمحاربه الدين ومحاربه تدين ابنائكم فاذا وصلت الى هذه الدرجه واصبحت مساله قانونيه فالانسان ان شاء الله تبارك وتعالى خطر خطر جدا جدا ان يظل هنالك لانه يغامر بدينه ودين ابنائه عبد الخالق مزقان وعليكم السلام وبركاته عبد العالي وجدة وعليكم السلام وبركاته بياف بفرة وعليكم السلام وبركاته عبد الحق الريف وعليكم السلام وبركاته محمد اغطاس تحيه لك من برشلونه تحية لبرشلونه أنا هنالك في برشلونه غريب في هذا الزمن وعليكم السلام وبركاته سيمو غيلاني الله يطول في عمرك وطال الله عمرك في طاعة الله الواحد الديان حسين الحسناوي ربي يحفظك وأنتم كذلك عبد الخالق مزقان أستاذي الكريم جزاكم الله خيرا مراد إسراء كارفور عامر فسلا في فيهم غير الهدرة آه واش غادي نحن الذي علينا أن نبلغ الناس ونلتزم قبل أن نبلغ قبل الناس نلتزم فإذا كان الناس عياذا بالله لا لا يهمهم رسول الله فأنذاك لا يقول دعونا الله ولم يستجب لنا إذا هان النبي صلى الله عليه وسلم في أعينهم ولم يعد لهم تواصل مع رسول الله ولا تقديس لرسول الله ولا تقديس لهذا الإسلام فبطن الأرض خير لنا من ظهرها لحسن المسان جمعة مباركة جمال الزعم وعليكم السلام وبركاته مول طلبه طبله الجهه الشرقيه كانت مهتمه بمحاربه الاقتصاد الوطني ولكن عندما اغلقت الحدود تبين العكس الجهه الشرقيه كانت مهتمه الاقتصاد الوطني <applause> الجهه الشرقيه لقد خنقت خنقا شديدا فكيف لا تفتح الحدود بين المغرب والجزائر وتونس حتى تكون ان شاء الله بوابه لعبور السلع والناس نحن فرنسا الان لا تريد للحدود ان تفتح لأن هذه الملفات خيوطها بيد فرنسا. المسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الإنسان يعجز عن الكلام في بعض الأحيان. زين بدر الدين وعليك اللهم ارفع عنا البلاء آمين. أحمد إيد الفقيه وعليكم السلامة وبركاته المهدي لاروسي وعليكم السلام وبركاته إي لي نعم حتى السيارات الفرنسيه نعم حسين الحسناوي ربي يحفظكم وانتم كذلك محمد أصلاح كل شيء كل شيء كي يسلمك تسلي الحلقه غير بس والله ما سادات محمد ما حكم عقد الرهن المنازل هذا الذي يقوم المغاربه هو عقد قرض بموجبه المقترض يستفيد ويستغل سكن الآخر وهذا ربا عادل مدريد وعليكم السلامة وبركاته سعيد بوسعيد وعليكم السلامة وبركاته عبد الخالق ما عزيز عزكم الله وجدة فرانس البوزيدي وعليك السلامة وبركاته عبد الحق الريفي وعليك السلامة وبركاته بدر زريو زرويل جمعة مباركة الياس محمد اسالكم الدعاء اللهم يا ربي فرج عن امه رسول الله بدر الفاقي وعليكم السلام تباركاته عبد الخالق مزقان قد اجبتك عابر سميل احبك في احبكم الله حسن وياك في ظل عرشنا ولا الله الا ظله الله فيحه التهامي نفيحه وعليكم السلام تباركاته ان فيها التهم شعيب قبيله وعليكم السلام وبركاته محمد ما اسمه عمر عمر فين هاد المسلمين كاينين اسدي الحمد لله كاينين الله بالحادقه المحفوظ وعليك السلام ورحمه محمد الشيخ وعليك السلام ورحمه الله رشيد الرحماني طرحوا الاسئله لاجل الاستفاده بارك الله فيك نعم هذا الشيء اللي راح نكاسلنا السادات محمد ما بالاحتفال بالمولود النبوي الشريف ان شاء الله تبارك وتعالى ليس بعيد هي ايام ان شاء الله اذا استفاد من الانسان استثمر في تعريف الناس بالسنه فمزيان اما اذا كانوا يقولون في بالبدع فلا خير في البدع ابدا حافظ بركي يجب مقطعة المنتوجات الفرنسية وتشجيع المنتوج المحلي نعم 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 هذا هو الذي اريد ادرس الدود الكفار من صنعوا الفيسبوك وابتعد عنه <applause> هؤلاء ان شاء الله تبارك وتعالى عدميون لا يعرفون ان ان شاء الله تبارك وتعالى كل هذه المنجزات العلميه هي ليست ان شاء الله تبارك وتعالى من اختراع الكفار كما تزعم. هذا ان شاء الله تبارك تتويج لمجهود بشري منذ القدم، فنحن ان شاء الله حينما كنا ساده العالم وساده الدنيا نعلم الناس العلم في بغداد واشبيليا وطليطله ودمشق وفي الازهر والقرويين كانت اوروبا التي انت تتبجح بها كانوا عياذا بالله لا يجدون الصابون ليغتسلوا. لذلك انتشر تبارك وتعالى هذا النوع من البشر الممسوخين الهويه الموتورين الملحقين باعداء الله، اسال الله ان لم يهديكم ان يحشركم معهم يا أهلا يا محبين الكافرين، اسال الله يحشركم معهم اذا لم يهدكم ربكم فانتم الان فجرتم كثيرا فجرتم كثيرا. طيب الكحل نحبك في الله الخيال الطيب من فرنسا تحياتي للسيد الطيب من فرنسا في فرنسا ان شاء الله تبارك وتعالى محمد فروح اللهم اسقي غير ولا جريم اللهم اغثنا ينفع البلاد والعباد امين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب امين زهرة الترجوي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله يا رب طوط حمزه وعليكم السلام الحوسي سلم عليك الحسين سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدو عبدو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله. يسر وجدانا، لن يعرفوا الإسلام ولم يفهموه. عمر عمر. الناس كتموت في البحر. نعم الناس كتموت في البحر، لأنهم لا يجدون هنا إن شاء الله كرامتهم ولا العمل، ولذلك سدت جميع الأبواب في هذا البلد، لأن الخيرات لا توزع بشكل طيب، ولأن هنالك ظلم في توزيع الخيرات في هذا البلد، وإنا لله وإنا لراجعون ربح ديكور انا بركان شي دعوه الله يحفظك والله يجزيك بخير والله يكرمك صلاح الزيدون وعلى الله منصر الاسلام والمسلمين صابر احمد يد الفقير تبارك الله عليكم جزاكم الله خيرا حبيب الابزه وعليكم السلام وبركاته أمير العربي يشغل ذقناظر عن من الفتن فك في السبيل السبيل هو أن تتشبث بالحبل المتين بالقرآن أعبد الله حتى يأتيك اليقين أدعو إلى الله تبارك وتعالى سفيان ترى إذا قطعت منتجات أوروبا استعيشوا في العراء أما مكرون قال الحقيقة الإسلامية يقدم سوى التخلف أنت إن شاء الله تبارك وتعالى ملحق بما أسأل الله يحشرك معهم وأن يحشرك مع مكرون ومع الكفار. نحن إذا قطعنا المنتجات سنعيش في العراء، تباً لك الرازق هو الله وفي السماء رزقكم ونحن نأكل التراب على أن نأكل والعياذ بالله ما ينتج هؤلاء. أنتم تريدون أن تحولوا أنفسكم إلى معدات تمشي على الأرض، لا قيمة لكم ولا مبادئ لكم. ولكن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هي ثمرة هذا النوع من التعليم والتربية ربتكم فرنسا يا أبناء فرنسا أنتم ملحقون بهم عبد الله المعتصم حفظكم الرحمن بما حفظ كذلك أيوب كنوز دعونا بالخير والصحة اللهم احفظكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم عبد الدراك تحياتي من أقدر تحياتي سكاني الطيبين المباركين أنا من إنجلاند، دعوا معنا، أسأل الله يحفظكم ويحفظ جميع أبناءنا في إنجلترا. محمد بن أحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أحمد، حجاج وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مراد إسراء، دعوا معي، أسأل الله يحفظكم ويكرمكم. مصطفى صولو، دعوا معي دعوة على الخير، أسأل الله تعالى أن يصب عليك الخير صباً صباً. الريفة أوزبك. وعليكم السلام ورحمة من تركيا تحياتي للشعب التركي المسلم والى اردوغان حي الله القائد المسلم اردوغان محمد الحسيني الناس كات الناس كات قدر في السبيطارات نعم نعم نحن نحن نعرف ومطلعون على ما يقع في بلادنا في المستشفيات في المدارس في الازقه الناس في المغرب اكثرهم يعانون ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من جملة أسباب المعاناة أن فرنسا إذا كانت تلك الاتفاق التي تسمى إذا كانت ذلك الذي يأتينا إن شاء الله الواتساب هي بنودها فعلا ففرنسا لا تريد لهذا البلد أن ينطلق أخذت كل شيء كل شيء زي يور انا من العروش دعوه مع الولي. الله يشافيها والله يحفظ لك الوالده والله يبارك فيك وتحياتي للعروي ولسكان الطيبين المبارك مصطفى الادريسي وعليكم السلام وبركاته عبد الصمد فخام ماذا يجب على المسلمين فعله في المقاطعه يجب عليهم ان يقاطعوا ان شاء الله ويجتمعوا ويتوحدوا في هذا الظرف كموقف محمد غربي غرابي وعليكم السلام وبركاته منير مسالي حفظكم الله وانتم كذلك هشام ابو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته موس اليحياوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه الزين بن حسين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى وسلم اف اس ماس عمر وعليكم السلام ورحمه وبركاته رشيد تورتيت اريد ان منك انا قابل على مقبل الزو... على الزواج لكن اتردد عده مرات عندما ارشد ما يقبل الخيانه والطلاق لا عليك ان تتزوج ولا تلتفت الى ذلك فالخير في امتي الى يوم القيامه تزوج ان شاء الله وتقدم هذا الشيطان يريد ان يصدك عن هذه العباده فالزواج هو الدين ايوب اللوح وعليكم السلام ورحمه محمد غرابي وعليكم السلام وبركاته عبدو الدراك تحيات من قدير محمد امل الله منصور الاسلام اينما كانوا والمسلمين اينما كانوا عبد عهد القاتل من توبه يقول تعالى في كتابه الكريم الذين يدعون مع الله الى اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامه يخلف الا من تاب اي تاب من الشرك ومن القتل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك الله سيئات حسنات كان الله غفور رحيم مبارك المرابط المبارك المرابط مبارك وعليكم السلامه وبركاته وليد الناضوري ادعي مع مراتي راه حمله اسال الله ان يكون الحمل بردا وسلاما عليها وان ياتي به ان شاء الله على احسن ما يوتي ان شاء الله من الاجنه من بطون النساء اسال الله ذلك أه. محمد محمد تحية من أقادير تحياتي لإخواني في أقادير وإسكان الطيب المباركي محمد صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد مظلمات وعليك السلام ورحمة محمد ديت رافقتكم السلام ما كنتم هواري قصات وعليك السلام ورحمة الله أني جيبي لعليكم السلام ورحمة رشيد الحاج اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أحمد ميمون اللهم صل ارحم والدينا أجمعين أحمد ميمون اللهم ارحم والدي عبد الواحد محفوظ اللهم صل وسلم نعيمه يا شيخ خلي اسمي إيه اذا ما تحدث رفاق زبك منصور فؤاد ادعي معايا الله يحفظكم ان شاء الله ويشافيكم علي رياض نحبك في حبكم الله رشيد بلوكي ودعي معي عندي مشكلة مع التدخين أسأل الله يبعدك بينك وبين التدخين كما بعدت من السماء والأرض عبد الرحيم هرماش اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد زهير اس تحيه من اسبانيا تحياتي لابناء في اسبانيا حفيان مصطفى وعليكم السلام ورحمه وبركات سعد منار وعليكم السلام ورحمه وبركات شندودي العوني وعليكم السلام ورحمه مصطفى وعليكم السلام ورحمه هولاكو وعليكم السلام ورحمه احمد ميمون وعليكم السلام ورحمه ما حكم اليرموك كرم يغيره وهو قادر قانوني على تغييره، إذا كان قادر في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم الكرم فليغيره بيده، فإن استطاع في بلسانه وإن استطاع في قلبه. ياسين تطوال بالباب هل يجوز ختم الولد عند طبيب أجنبي؟ نعم يجوز. <embr> سعيد منار ادعي لنا، الله يحفظكم ويسعدك في الدنيا والآخرة يا ياسين بابا <أكت دعونا بالخير. أسأل <أكت> الله يصب عليك الخير صبا صبا. طارق المنصوري. بعض الأشخاص يعاني من مرض النفسي ويلجأون إلى الطب النفسيين ونسوا القرآن الكريم. القرآن الكريم شفاء للأمراض النفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العربي أعراب دعوا معايا. أسأل الله تعالى يكرمك يكرمكم ويحفظكم. برادر في دين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن أنا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض ما يكون من جوا ثلاث إلا هو ربع ولا خمس إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك. ولا اكثر الا هو معهم ما كانوا ثم ينبههم يوم القيامة الله بكل شيء صدق الله العظيم المجاهد احمد نعم محمد كروش كروش صلى الله وعليكم السلام الله يحفظكم جزاكم الله خير واكرمكم الله سان نيرمو سان ريمو ايطاليا وعليكم السلام وبركاته احمد جبور دعي معايا بالمغفرة مغفله اللهم اغفر لنا جميعا يا رب يوسف الكحل وعليكم السلام وبركاته ميمون ميمون يا ريت لو كان تخصص البث في الاسئله فقط لكي نستفيد ويستفيد الجميع عبد الرحيم هرمش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى بوش محفوظ دعاء الله يحفظكم ويجازيكم بخير عزيز حم حمدا وعليكم السلام ورحمه محمد 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 من الجزائر جمعة بركة سأل الله تعالى يرفع قدركم وسأ... وتحياتي للشعب الجزائري الطيب المبارك سعيد منار دعوا معايا أسأل الله يحفظكم ويكرمكم يا رب ادعوا معي بالزوجة الصالحة، اسال الله يرزقكم زوجة طيبة مؤمنة تعينكم على امر الدين والدنيا والاخرة. عبد الرحمن الراضي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا واحسن مصطفى بين الله يحفظكم ادعوا معي اسال الله يحفظكم ويكرمكم. العربي من الصويرة كتسلم عليك اخي الفضيلة وعليك السلام اسال الله تبارك وتعالى يكرمكم ويحفظكم وسلامي للصويرة ولاهل الطيبين المباركين اجمعين يا رب يا رب. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ورفع قدركم فؤاد حد عليكم السلام البركات وعزيز القد في عليكم السلام نعيمه اتمنى ان تجيب على سؤالي بودهان كريم وعليكم السلام ورحمه وبركاته مطيع محمد مطيع بارك الله فيكم عيشه حمدي العلوي دعيمه ابنائي بالهدايه تشبث بالدين اللهم اهديهم واجعلوا صالحين مصلحين متشبثين بدينهم احمد المودن هل لديكم صلاح لالقاء خطب الجمعه خارج الوطن ليس لدي ص... <applause> ليس لدي صلاح لإلقاء الخطب خارج الوطن لأنني لا أحصل على الفيزا فأنا ممنوع من الفيزا هذه عشر سنين إن شاء الله تعالى عزيز قال يدعو الله يحفظكم الله يجزيكم بخير بارك الله محمد دادسي فرنسا اعطت البلدان الاسلاميه ولساني من تعطي الدول الاسلاميه رغم انهم يمتلكون الخيرات ماذا اعطت فرنسا؟ فرنسا اخذت كل شيء فرنسا المغاربه هم الذين قاموا المسلمون هم الذين قاموا بتحريرها من النازيه الالمانيه والا لكانت باريس تتكلم الالمانيه وتحت حكم الالمان فرنسا بناها المسلمون هنالك الشعب المسلم هو الذي بنى فرنسا ثم فرنسا بعد ذلك استعمرت هذه البلدان ونهبت خيراتها ولا زالت تنهب بناء على الاتفاقيات. يعني. ثم فرنسا هذه الدول التي دخلتها حاربت لغتها حاربت هويتها حاربت كل شيء جميل فيها حتى تبقى والعياذ بالله هذه الشعوب عبيد لا تعرف شيئا. حتى الذين تدرسهم تدرس باللغه الفرنسيه وتاخذهم اليها ماذا اعطت فرنسا؟ ماذا اعطت فرنسا؟ إنكم تتكلمون كلام لا حول ولا قوة إلا بالله ربيع الغازي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الإله الهاشمي حبيبنا المصطفى بك أبوك على أمته وهؤلاء المسلمون شعبهم منهم يموت جوعا ومنهم من يقهر في المستشفيات وغير ذلك من مآسيهم ومن يحركون يسكن من خيرات هذه البلاد يا رب انصر كل ضعيف يا رب انصر كل ضعيف يا أرحم نعم نعم والله إن الأمر لمحزن جدا إن الفقراء في البلد لا لسان لهم، ليس هنالك من يتكلم عنهم، حتى أن يتكلم عنهم لا يوجد من يتكلم عنهم. إننا نعاني معاناة شديدة يا إخوان في هذه البلاد. هنالك والعياذ بالله الذي يمكن أن يعيش في هذا البلد أغلبهم، أغلبهم الانتهازيون. أغلبهم، عياذا بالله، المنافقون. فقليلا قليلا 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 لأن الأمور تزداد سوءا لقد أفلست هذه الأحزاب وأفلست مشاريعها ولم تعد للانتخابات معنا الذين يمثلون لا يتحدثون عنا إنما يتحدثون عن مصالحهم هبه الساخي دعوا معنا اسال الله يحفظكم ويكرمكم عاطف اصف تحيه لك من الجزائر دعوا لي يفرج عليا اسال الله يفرج عنكم وتحية للشعب الجزائري محمد بن بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى علي من حين من الدنيا كل شيء مذكورا صدق الله العظيم فاتي فاتي كازا وعليكم السلام عمي الحاج بس عليك دعي معنا بالخير اسال الله يجعلكم من اهل الخير ويصب عليكم الخير صبا صبا احمد ميمون دعو معايا بشي زوجه اسال الله يستحمد ان يرزقك زوجه طيبه المؤمنة يا رب هشام احديد هل لديك الصلاح بالخطبه لا يا اخي انا موقوف من الخطبه في 15/4/2011 هذه 10 سنوات تم توقيفي من الخطبه ومن الدروس في المساجد رشيد بلوكي اذا انا ادخن صلاتي مقبوله نعم صلاتك صحيحه صحيحة، صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تترك الصلاة. عثمان المهدي وعليكم السلام تباركاته، رشيد الحداج ما حكم الهجرة لهذه البلاد التي تحدثنا عنها؟ المسلم إن شاء الله عبد الله والأرض أرض الله وأين وجد وفي كل مكان وجد عبد الله فليعبد الله تبارك وتعالى لكن بشرط أن يحافظ على دينه ودين أبنائه وأن يمثل الإسلام أحسن تمثيل. أما إذا لم يتحقق له هذه الشروط فوجوده هنالك خطر. عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك أن عليه بالغفران. الله اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. بوبكر الورودي، فرنسا بها اخواني يعيشون بكل حرية ويرسلوا إلى المال كي نعيش. <تصفيق> <تصفيق> آه الله. فالتحية فرنسا. يعني أنت تدعو لفرنسا بالحياة. وهي تسب نبيك. وتحارب إسلامك. وتلهب خيرات بلادي وتقتلوا المسلمين في العالم في افريقيا في فيتنام في سوريا وتدعو لها بهذا هؤلاء الذين يعملون هنالك ويرسلون اليك المال جزاهم الله خيرا واحسن الله لهم ورفع قدرهم لا تكن اناني فتنظر فقط إلى ما يرسل إليك أولئك المسلمون مهددون الآن في فرنسا. لماذا؟ لأنهم يحافظون على دينهم، فرنسا لا تريدك إلا أن تكون كافراً. وتريدك أن تكون خادماً عبداً. وتدعو لها بالحياة وهي تسب نبيك. تسب الوروضي. تدعو لفرنسا بالحياة وهي تسب نبيك. وتفرض عليك الفرنسية لكي تجهلك، فرنسية لغة متخلفة، وتترك العربية 12 مليون كلمة، لغة القرآن، التي أنارت العالم بالعلوم حينما كنا سادة العالم قبل قرنين من الزمان، تدعو لها بالحياة؟ لم أجد كلمة أقولها. الا كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء, أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ويقول عليه الصلاه والسلام يحشر المرء مع من احب اسال الله ان يحشرك مع فرنسا ان لم يتب عليك اسال الله ان يحشرك مع فرنسا أنا لم أكن أدعو من قبل هكذا لكن حبيبي رسول الله والإسلام وتعرفون عدو الله فأسأل الله في هذه الجمعة إذا لم يتب عليك أن يحشرك مع فرنسا إسماعيل بالحاج واش يجوز قراءة القرآن بصلاة العصر نعم يجوز بإذن الله تبارك وتعالى حميدة بورك بارك الموجودة في المسألة الإسلامية فلان لا أعرف لا أعرف أنتم تبحثون إن شاء الله تبارك وتعالى وتتبينون فاطمه عزيز عبد الاله وعليكم السلام ادعوا مع اولادي كيجعل مص... اللهم اجعل مصلحين مصلحين يا رب يعبدون الرحمن ويحاربون من الشيطان خصص يومان في الاسبوع الإجابة عن الاسئله المباشر في اليوتيوب يوم الاربعاء والاحد بعد العصر نعم نعم انا الان خصصت يومين خصصت يومين في الاسبوع للاجابه عن الاسئله المباشر في اليوتيوب يوم الاربعاء ويوم الاحد لمن اراد جزاكم الله خيرا ذكرني لجميع الاخوان فليبلغ الشاهد منكم الغاي فإنني خصصت إن شاء الله الإجابة على الأسئلة مباشرة عبر اليوتيوب يوم الأربعاء ويوم الأحد بعد صلاة العصر في وجدة واللي إن شاء الله تبارك وتعالى العصر غادي يكون تقريبا مع الزوج 40 دقيقة في هذه والد النضوري اختي قالت لك مع زوجها باش يعفو عليه من التدخين اسال الله تعالى ان يعفو عن زوج الاخت من التدخين وان يباعد بينه وبينه ان شاء الله تبارك وتعالى ما بعدت السماء على الارض حضار ابو ما حكم كذب بين الازواج اذا كان بنيه الاصلاح وحتى لا يؤدي عياذا بالله الفرقه نعم عبد الهادي ياسر ابا هدي فرنسا بنت حضارة على تفقير افريقيا نعم نعم هذا هو الذي ينبغي ان يعرفه الناس سفيان تيرالي العائلة التي جلبت المستعمر عزيز قدفي تحياتي علي أجديد اللهم أرنا يوم مشهودا في أعداء الله فريد الحايحة آه الله يحفظكم يا شبارك أمة الله الكذب حرام آمين بولعيش دعوا لي باش يرفع عنا البلاء ديال الدخان اللهم باعد بينك وبين هذا البلاء كما السماوات والأرض بالغازي فؤاد جمعة مباركة عزيز المغاري تحياتي لك دعي معي بالشفاء صلى الله عليه بشفائك يا رب يا رب عبدو وتوش وعليكم السلام ورحمة نحبك في أحبكم الله أيوب مزوز لن ترضى عنك اليهود ونصح تبع ملتهم عبد شكرا حمزة حمزة حاودة نحبك في الله نريدك الليلة في حضور معنا اليوم واسمو اليوم الجمعة إذا كان إن شاء الله خذوا الهاتف ونشوفوا إن شاء الله بودهان كريم هل يجوز تتزوج في عهد كورونا؟ نعم 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 ما الذي يمنعك أن تتزوج؟ أم سلطانة كيف تتصل بك؟ لا 06 11 53 خمسة ثلاثة عبد الحي هريك سؤالك سلامة لبركاته أحمد ميمون آمين محمد بحمان لن ولن تضع عن كريم راح تتبع ملته عبد التيف الرويدي وعليك السلام والبركات والحسن تلمسان دعي معنا لأجد العمل أصلى الله يقيض لك عملا صالحا يكون سبب لرزق طيب محمد ريان أيمن دعي معي بالشفاء أصلى الله يعجل بالشفاء ويذهب ألمك يا رب يا رب نور الدين نور الدين ادعي لي بالذريه الصالحه الذرية الصالحه المصلحه الزهير يعني ما أقولك بناء المسجد العظيم في الجزائر وسفر الرئيس الجزائري التداوي في نفس اليوم يوم افتتاح المسجد. ان شاء الله تبارك كل معلمه اسلاميه تخدم الاسلام نحن نفرح بها باذن الله تبارك وتعالى فنسال الله ان يكثر المساجد ولكن نسال الله ان يجد من يعمرها ان شاء الله لكي تعود للمساجد ادوارها في توعيه الناس ورفع وعيهم لمستوى اللحظه يا رب. عادل حنصالي ما حكم من مسكين شخص لا يصليها يطرده؟ لا لا يطرده ان شاء الله تبارك وتعالى يدعوه الى الله عبد الله الناصر وعليك السلام وبركاته جل جلال جل السلام وبركاته السؤال هل هذا الكلام على كورونا هو صحيح والله اخويا لا اعرف ان شاء الله تبارك وتعالى كلام كثير حول هذا المرض ولكن المؤكد هو ان شاء الله تبارك وتعالى ان المرض هذا موجود ولكن ليس بالخطر الذي يقول الاعلام فالاعلام ضخمه فيه تضخيم عظيم ما عرفتش علاش محمد دلوش وعليكم السلام ورحمه وبركاته رحاب دينا وعليكم السلام محمد مادلوش وعليكم السلام ورحمه وبركاته صح ولا لا ما كاين لا زهري لا يديك لا هذا الشيء كذب وخرافه فلا ينبغي الإنسان ان يتبع هؤلاء جمعه ابو درار ما حكم الاحتفال بعيد؟ لقد اجبت مرارا وقلت الاحتفال بالبدع لا يجوز لكن اذا كان مناسبه لتعليم الناس السيره والسنه فهذا ان شاء الله من المقاصد الشرعيه المطلوبه. سعيد الراجع وعليكم السلام تبارك من ايطاليا شكرا. خيف الله محمد وعليكم السلام تبارك ان شاء الله وعجل بشفاك يا ابني. وعلى مختاري مختاري وعليكم السلام تبارك محمد الزاوي جمعه مباركه. جمعة مباركة علينا وعليكم باليمن والبركات. عبد الشاون وعليكم السلامة والبركات الميلود واخويا واشكرونا صحيح. نسأل الله تعالى ان يرفع عنا وعنكم هذا البلاء. حسن الخطري هل تفتح مساجد حفظ القرآن الكريم ام لا؟ عندي ثلاث اولاد يحفظون القرآن الكريم. لا حول ولا قوة الا بالله. ندعو ان شاء الله ونلتمس من السلطات ومن وزارة الأوقاف أن تفتح المساجد لتحفيظ القرآن فقد أغلقتهم أكثر من ثمانية أشهر وإنا لله وإنا إليه لأن المدارس فتحت إن شاء الله تبارك فلماذا لا تفتحوا هذه هذه المدارس تاع القرآن؟ علي رياض أمي مريضة معه صلى الله يعجل بشفاء إذا بأس يا رب الناس يشفي أنت الشافي عزيز المريني دع معي في الزواج اللهم زوجك بزوجة طيبة مباركة عبد الرحيم شوكا وعليكم السلام يا عبد الرحيم عزيز بزاف اعزكم الله ورفع قدركم وجزاكم الله سلام 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 احبك وأحبكم وحبك الله سعيد اتفاق وعليكم السلام ورحمه الله مجدي السعدي ادعي لي بالشفاء صلى الله يعجل بشفائك حلوان تحيه لشيخنا من مدينة السلطات تحيه للسلطات ولاهل الطيب المباركة بارو موك تحيه من خريبقة تحياتي لبنائي في خريبكه هبه الساخي دعي معي الشفاء اللهم عجل بشفاء الوالده يا رب حمادي اوطو وعليكم السلام وبركاته ام غارة مزيغ اللغة الفرنسية والانجليزية فتعلموا التعليم وانت ذهبت الى امريكا وتطلب الدولارات. اولا ان الله تبارك وتعالى اللغة الفرنسية ليست لغة العلم. اللغة ديال العلم هي الانجليزية. 98% من البحوث من اللغة الانجليزية هذه الاولى، اما اللغة الفرنسية لغة متخلفة. والفرنسيين اذا ارادوا ان يتابعوا ان شاء الله الدراسات المتخصصه يتعلمونها باللغه الانجليزيه. ثم انا ذهبت لامريكا لاطلب الدولارات فانت ان شاء الله تبارك تتحدث عن عن امر باذن الله تبارك وتعالى لا تعلمه. كيف عرفت انني اذهب لطلب الدولارات؟ انا لا احتاج الى الدولارات، اغناني الله تبارك وتعالى، أرزقني الله رزقا طيبا مباركا. لا احتاج لدولارات امريكا ولا احتاج لدولارات اي جهه هذه واحدة ثانيا أنا لم أذهب هنالك باختياري أنا لم أذهب هنالك باختياري أنا طلبت لك أذهب هنالك أنا مستدعى من قبل المسلمين ما الذي يغيظك السامغار ها السامغار يا أمازيغ ها السامغار أمازيغ ما الذي يضرك ما الذي يضرك أن أذهب إلى الأرض كلها وأدعو إلى الله تبارك وتعالى ماذا في قلبك انت ان شاء الله تبارك وتعالى <applause> عبد ربي عبد الحفيظ وعليكم السلام ورحمه سفيان تيرالي يجب فصل الاسلام عن الحياه لكي تنعم اذا اردت ان تفصل الاسلام عن الحياه لكي تنعم فستنعم ان تنعم كما تشاء تنعم بالفجور لأن الإسلام لا يستطيع إلا الرجال لأن الإسلام وضع لك حدودا ينبغي أن تكون عبدا لله تعالى وأن تحرر نفسك من عبودية الشهوات أما النعيم الذي تتوهمه أنت فهو إن شاء سراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وسترى إن شاء الله تبارك وتعالى حينما تموت وترى أن كل النعيم الذي وصلت إليه إذا وصلت إليه يؤتى بأهل النار من أهل النعيم في الدنيا فيغمس غمسة في النار فيسأله رب هل رأيت من نعيم قط قال وعزتك وجلالك ما رأيت من نعيم قط فتنعم ثم إذا كنت إن شاء الله من أصحاب هذه الفكرة من الذي أدخلك إلى هنا من الذي جاء بك ونحن نقول إن الإسلام نظام حياه يحكم علاقتك مع ربك، علاقتك مع اسرتك، علاقتك في السياسه، في الاقتصاد، في كل شيء، لانه لو لم تكن مراقبه الله تعالى والحلال والحرام في كل شيء لسادت هذه الفوضى التي تعرفها الان في العالم. عبد الحموري وعليك السلام الغريب بالغرباء، دعي الله يحفظكم. ميلود لا، يا شيخ. من صلاه الجمعه يا جماعه صلي غير في لا لا, لا, لا خصك تمشي ان شاء الله تبارك وتعالى. صلي باذن الله في المسجد يا شيخ بزيف ما عرفتش واش اسمه هو السؤال احمد بعدي دعيني بصلاح الذريه اسال الله ان أيوه يصلح ذريتك ويحسن خاتمتنا اجمعين يا رب عبد الحميد الزرقان دعيني مع زوجتي بالشفاء اللهم عجل بشفاء زوجتك يا رب وجميع مرضى المسلمين مول طب الطابله هي يجب كاس تدراهم اشتريته بدرهمان بدرهمين إذا كان سوقه ذلك يمكن إن شاء الله، إذا كان السوق دياله هو هناك وما يكونش الخداع والغش، ولماذا الإنسان يبيع يعني بالنسبة للرحمة وكا، شريت بزوج درهم وتبيعوا بزاف يعني ما نقولكش حرام ولكن يعني الإنسان يرفق بخوته شوية. المناضو المناضو، الفرنسية والعربية لغة الجهل. لغة اللغة العربية ليست لغة الجهل، اللغة العربية لغة واسعة أقصيت أقصيت. وإذا كنت تقول بأن اللغة العربية لغة الجل فاللغة العربية لغة القرآن اللغة التي تجعلك تستقيم على الطريق لغة هداية هي سبيلك إلى كتاب الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة وكونك تقول اللغة العربية لغة, العربي لغة الجهل أنت بإذن الله تبارك وتعالى ستظل هكذا حتى تلقى الله سبحانه عز وجل إذا بقيت على هذه إن شاء الله الفكرة فإن شاء الله تبارك وتعالى لن تعرف طريقك إلى القرآن أبداً وإذا أخطأت طريق القرآن أخطأت طريق الهداية وإنا لله وإنا لراجعون. أبو سلطان إعادة الرقم. صفر ستة واحد واحد خمسة ثلاثة أربعة صفر ثمانية اثنان. عيشة حمدي العلوي لم تفتح المساجد تحفيظ القرآن الكريم لأن أمامهم فرنسا لم توافق وهذا هو المصيبة عبد الله الحيان عافاك انا ما كان كنحملش نمشي الجمعة بسبب الخطبه نتاع كي يعطونا دروس بالورقه لا 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 يجب عليك ان تذهب للخطبه لا يمكن ابدا ان تترك المسجد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من فاسعوا الى ذكر الله وذروا بهذا هذا ربي اللي قالها محمد تغبوله تحيه خالصه حمزه نميده <تضحكي> دعوا معنا باش يفرجنا الامور ويسر اسال الله ويسر يا رب خالد خالد تحياتي هل يجوز الصلاه بالتباعد مفروضه علينا في هذه الظروف مفروضه علينا عبد الله مرفع عن البلاء وهذا الوباء يا رب ادعو معنا لهم الله الله واغفر الله واجعل قبراء روضه مريض الجنه هي وجميع موت المسلمين امين. بودهان كريم بو الشعيب الفنان رقم الهاتف 06 11 53 4 عبد الله الحيان جاوبوني عبر سبيل معك نور الدين من المانيا لك من في اخر تقدير وسهلا من الله ورفع قدرك وتحياتي لابنائي في المانيا الضرب مش عليه يجوز بالكمامه نعم 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 ما حكم صلاه الضرب قبل الزوال وهذا في المسجد ابو بكر سي ابو بكر لا يتجوز الصلاه الا اذا دخل الوقت امين سمير محمد حجي وعليكم السلام محمد بو حيا وعليكم السلام ورحمه الله مصطفى جمعه مباركه ان شاء الله حفظك الله ودي نهار مصطفى رفع الله قدرك وبارك الله فيك وجزاك الله خير احمد بر الحيلي وعليكم السلام من هذا المنبر ارجوك ان تعيد ذكر مقاطعه منتج الفرس على ذكر الاساءه الى الرسول عليه الصلاه والسلام نعم انا اقول بملء الفم ان واجب الوقت هو مقاطعه المنتجات الفرنسيه لانها اساءت الى رسولنا صلى الله لانها تحارب الاسلام نعم نعم قلتها قلتها واقولها المنادو المنادو لماذا تتكلمون على ما يقع في الريف من تهجير وقمع تشريد وخطف ابناء الريف الساكت على الخط... الساكت وعلى حق الشيطان اخرس إذا كان هذا الذي يقع في الريف فنحن أول من يستنكر إن شاء الله تبارك وتعالى أنت تتكلم عن تهجير هل هنالك من تهجير للناس في الريف؟ هل هنالك من تشريد؟ هل هنالك خطف أبناء الريف؟ الله أكبر والله ما قرأت هذا من قبل أنا أعرف أن هنالك الكثير ممن هم في السجن حينما خرجوا آه بعد مقتل آه محسن في حاوية الأزبال بائع السمك انا اعرف انه قامت ان شاء الله تبارك وتعالى هنالك مظاهرات للمطالبه ببعض المطالب العاديه الاجتماعيه والاقتصاديه ودخل بعضهم السجن هذا اعرفه لكن ان يكون في الريف التهجير والقمع والتشريد والله هذا لا اعرف هي بس معنا بالتوفيق في الله يوفقك في الدراسه, يوفق الدراسة ويجعلك من الناجحين يا رب العالمين جمال السعدي تسقط فرنسا الارهابيه عبد الله الحيان علاش ما تقراش ديالي مروان سعيد النعيم الحقيقي في الاسلام والايمان عاطف ميهو بربي بارك لكم الشيخ من تونس بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الخير محفوظ تجات الاسلام هو اساس كل شيء الاسلام دين ودنيا ونعمه جزاكم الله خيرا وكي يجاوب ذاك اللي كيقول كي لك اتركوا الاسلام باش تنعموا وشعيب الفنان رقم الهاتف صفر سته واحد واحد خمسة ثلاثة أربعة صفر ثمانية اثنين زار حدي الإسلام والنعيم دائم جزاك الله خير إبراهيم ما حكم اللي حر اللي حرق في البحر والله لو وجدتم يعني وسيلة قانونية أفضل من المغامرة في البحر عبد الله الحيان عايش ما بغيتي تجاوبني أحمد حموش حموشي أحمد أطلب منك الدعاء مع بسم الله اللهم يا ربي احفظ المسلمين اجمعين وحموتهم موتاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. ايام وعليكم السلام تبارك عندي عمل وتعب وتعب واني لفيق لصلاه الفجر. حفظك الله وعانك الله وجزاك الله خيرا. اذا اترككم في رعايه الله استودع الله دينكم. استودع الله دينكم وامانتكم وأخواتي اعمالكم. شوف اسمه يقول آه الزهيري أنقمار يا شيخ هل من سبيل الى عودتك المنابر وباللجوء الى القضاء الاداري ضد شخص وزير الاوقاف؟ لا يمكن لقد طردوني ان شاء الله تبارك. المغرب ليس فيه قانون. اللجوء مثلا القضاء الاداري لا يحقق لك شيئا. <applause> استاذ مشكور عليك تبارك قادر المنصه ادعي معي يفرج الله يفرج عليك سلمان مزوار مع كيف حالك الحمد لله ما حكم البيع بالاجل مع الزياده. نعم اذا كان بينك وبينه ان شاء الله تبارك وتعالى العقد غير بينكم البائع ان شاء الله تبارك وتعالى يمكن ذلك باذن الله مصطفى بن علي ماذا تقول اذا قلت لك اني مقيم في الديار الفرنسيه تستمر في العيش هنا ما يجب علي؟ اه على حسب ظروفك اذا كنت تستطيع تحافظ على دينك ودين ابنائك تستطيع ان تستمر اما اذا لم تكن كان دينك في خطر ودون ابنائك فهنا ان شاء الله البقاء هنالك ومغامره بالاخره لا يقدم عليه الا احمق سيد احمد الماكنين وعليكم السلام ورحمه وبركاته عبد الهادي الرجوي تبارك الله عليك خالد حربان وعليكم السلام ورحمه وبركاته محمد وعليكم السلام وبركاته استاذ مشقرو وعليكم السلام وبركاته دعوا لي بالتوفيق سعيد التيفاق وعليكم السلام وبركاته خايف الله محمد وعليكم السلام وبركاته عمر دعوا لي الله يشافيها عبد الله الحيان عافاك بغيت نعرف عبد الله عافاك بغيت نعرف علاش ملي كان نجي نخطب شي بنت ب... للزواج في الاخير ما كتبغيش واش يقدر يكون السحر لو اجتمعت الخليقه كلها تريد ان تصد شيئا او تمنع شيئا يريده الله لا يمكن ابدا فاطمئن حاول ان شاء الله صلي صلاه الحاجه وسيحقق لك الله تبارك وتعالى حينما يقضي الله تعالى بزواجك في السماء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا اترككم في رعايه الله والى الجمعه القادمه اذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء